ما مسدلتيش بيه وما سمعتيش أمر الله في الدنيا، الآن نعذبك يوم القيامة بدون شفقة ولا رحمة. إخواني وأخواتي الكرام، الله يشفق علينا في الدنيا، يوم القيامة ما بقت لا شفقة ولا رحمة، وخاصة على العصاة اللي عصوا الله عز وجل. ولهذا إخواني كونوا متيقنين، لا بد نحافظوا على أوامر الله، ومن أوامر الله يجي فينا الإيمان، نخافوا الله في كل وقت. كنت وحدي في داري، كنت في الزنقة، كنت في الشارع، كنت في السوق، لأن الله كيشوف فيا، لأن الله تبارك وتعالى كينظر ليا، والله كيعلم شنو في القلب ديالي، والله عالم شنو في الفكر ديالي، واخا الناس ما عرفوش واش كاين في الراس ديالي، ولكن عالم الغيب والشهادة هو الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وإلا غمزتي بعينيك يعرف أش قصتي بالغمزة، وإلا مشيتي كيعرف أش قصتي في المشي ديالك، هادشي كله يعلمه الله سبحانه وتعالى. إلا كنت كنعرف أن الله مراقبني ومحاسبني ومعذبني وغادي يرحمني، خصني نخاف من هاد الله. الله سبحانه وتعالى بين لنا في القرآن لما تجي الموت الإنسان ما كانش يفكوا منها حتى واحد ما يقدر، الراجل أو المرأة أبوها وأمها يبكيوا عليها، وأخوها وأختها يبكيوا عليها، وزوجها وولادها يبكيوا عليها، شحال قدرهم ما يبكيوا، وهي المصطلعة هابطة فيها وهي كتوصي ولادها الوقت اللي تموت يوصلوها للقبر حطوا عليها 10 طن ديال الحجر وعشرة طن ديال التراب، ومنسوا عليها بالرمل والماء، ويرجعوا ياكلوهم كسكسو. الراجل إلا كانت شي مرأة أخرى غادي ياخذها، الولاد إلا كان شي مشاكل أخرين غادي يمشيو يقضيهم، ولكن شكون اللي غادي يبقى في القبر؟ هي اللي غادي تبقى في القبر. إذا هنا تعمل عمل صالح، كل ما يجي داك الوقت تبدا تندم، وما ينفعش الندم، يخرج الدم من عينيها وتعود تبكي بالدم، وما ينفعش البكا لأنها فرطت وضيعت في حقوق الله عز وجل باش ترجع للدنيا، ما يمكن شيء، كيخصا إلا تصبر. وشكون يصبر لعذاب الله؟ أنت غير شمعة إلا كان شاعلة أو جمرة ديال العافية، واش الإنسان يقدر يحط يدو عليها حتى نقراو غير الحمد في ساعة نتحرقو؟ كيفاش إلا دخلنا كلنا لعذاب النار يوم القيامة؟ فلهذا يا إخواني وأخواتي المؤمنات، لابد كل واحد فينا يلتزم بأمر الله. أنا غادي نقرأ عليكم قصة اللي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش النبي دوز هو والأزواج الحياة ديالهم. سمعوا سيادنا لهذا الحديث اللي كتروي أم المؤمنين عائشة زوجة النبي، كتروي لنا هذا الحديث وكتقول رضي الله تعالى عنها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. أمنا عائشة كتقول: ما عمر شبع النبي ولا الأزواج ديال النبي من الخبز ديال الشعير حتى مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عمرهم شبعوا من الخبز ديال الشعير. احنا عندنا السميد، عندنا الفارنة، عندنا كل حاجة من أنواع ديال الدقيق، وما حملناش الله عز وجل. هذا رسول الله والأزواج ديالو اللي ذكرهم الله في القرآن، أش قال؟ وأزواجه أمهاتكم. ومع ذلك ما عمرهم شبعوا من الخبز ديال الشعير. سمعوا لهذا الحديث اللي كترويه أمنا عائشة كتقول رضي الله تعالى عنها، قالت: ولله يا ابن أختي، إنا كنا ننظر الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، الثمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منايح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. كانت كتحلف أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: كيدو الشهر كنشوفوا الشهر ثم الشهر، ما عمر شعلت العافية في دار النبي صلى الله عليه وسلم، ما عمره طيبوا 3 أيام كدوزوا 3 شهور وشهرين كدوز ما عمر العافية شعلت في دار النبي. سولتها ودخلتها وقال لها: أش كنتو كتاكلوا؟ قالت لي: الأسودان، كنا كناكلوا التمر والماء. التمر والماء هادو أزواج الرسول، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا شبعنا وكلنا وشربنا
ومع ذلك خرجنا عن حدود الله. حتى النبي واحد النهار وقف على جماعة ديال النساء وقال لهم: يا أيتها النساء صدقوا صدقوا، رانا شفت فيكم أكثر أهل النار، أنتم أكثر اللي غادي يعمر النار. قالت له واحد المرأة: علاش يا رسول الله؟ قال لها: لأنكم تكثرن العشير، لأنكم كتخلفوا أمر الله. تكثرن العشير يعني كتنكروا الخير ديال الأزواج ديالكم، مهما يخدم مسكين في الصباح، يخدم في العشية، يخدم في البرد، يخدم في الثلج، نهار يطلع ليها الدم كما يقولوا هما، تقول: ما عمرني شفت معك واحد الساعة أبدا، ولا عمرني شفت معك الخير أبدا. لهذا الله سبحانه وتعالى يجعلهم أكثر أهل النار عذابا يوم القيامة. ثم كتخبرنا أمنا عائشة، كيخبرنا هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، كيقول: وعن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله من الدنيا ولم يشبع من خبز الشاعر. هذا سيدنا أبي هريرة اللي كيروي لنا هذا الحديث ديال النبي. واحد النهار دازوا الخشينة الشاوين واحد الحولي شواوه، قالوا له: زيد تاكل معنا؟ قال لهم: أبدا. قالوا له: علاش؟ قال لهم: كيفاش أنا ناكل الشواوه والنبي خرج من الدنيا ما عمرو شبع من الخبز ديال الشعير، ما عمرو شبع من الخبز ديال الشعير، وأنا ناكل الشواوه أبدا؟ والحديث الثاني اللي كروه لنا الخادم ديال النبي، قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خواء حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. ما عمر النبي كان على شي طابلة حتى مات، وما عمرو كلا داك الخبز الرقيق بحال البغرير، بحال داك المسمن، بحال داك الأنواع ديال الخبز الرقيق، ما عمرهم كلهم النبي حتى مات. هذا رسول الله وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا احنا نعرفوا علاش ما بغيناش الحمد لله سبحانه وتعالى، لهذا من ما حمدناش الله. الله سبحانه وتعالى سلط علينا جميع الأمراض وسلط علينا جميع المصائب. هانتوما كتشوفوا الأحوال ديال المسلمين ديال المسلمين والمسلمات. ثم من الشيء الثاني اللي كان هنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان هنا عليه الدين ديالنا، غادي نذكرهم لكم في القرآن وكيفاش قال فيهم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. متفق عليه. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللي كيأمن بالله، جميع الناس من النساء ومن الرجال اللي كيأمنوا بالله وكيأمنوا بيوم القيامة يقول كلام الخير ولا يسكت، ما يقولش كلام ديال الشر. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سولوا: يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ شكون اللي في المسلمين مزيان أحسن؟ قال: من سلم المسلمون من فمه ويديه. الناس اللي جاوا من الفم ديالهم وللدين ديالهم، ما تكلم في الناس بالغيبة والنميمة، ما تدي الخبر ديال هادو الهادو، يجمع لسانه يجمع يديه، ما يسرق ما يخور ولا أي حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول العبد كيتكلم بواحد الكلمة وما كانت ليهاش البال كيهبط بها في النار 70 عام والعياذ بالله، وهي ديال الشر. وكاين الراجل كيتكلم بواحد الكلمة وما رد ليهاش البال وهي ديال الخير كيطلع بها في الجنة درجات، سواء كان راجل أو كانت امرأة كيتكلم بواحد الكلمة وما رد ليهاش البال وهي ديال الشر كيهبط بها في النار 70 عام كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم كيقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، وإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. كيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تكثروش الكلام إلا بذكر الله، لأن كثرة الكلام بغير ذكر الله كتقصح القلب وكتبعد عن الله، لأن القلب القاسي كيكون بعيد عن الله تعالى. وكتعرفوا النساء ديالنا لما كيجتمعوا وكيكونوا في شي وليمة ولا في شي دار
الكلام ديالهم ماشي في ذكر الله، الكلام ديالهم غير في النميمة، والكلام ديالهم في الغيبة، والكلام ديالهم في نساء خرين، الكلام ديالهم في عيالات خرين، الكلام ديالهم في رجال خرين. فعلت هذيك تركت هذيك، وهي عند راسها ما كتقول والو، وكل من كلمة كتقولها كيسجلوها عليها الملائكة على اليمين وعلى الشمال، وهي كتهبط بها في النار 70 عام والعياذ بالله، 70 عام والعياذ بالله. الله ينجينا وينجي جميع المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخواني ويا أخواتي الكرام، هناك أشياء الله سبحانه وتعالى كيأمر بها المرأة دون الرجل. منها سمعوا هذا الحديث اللي كيرويه أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل سلع الزوجة ديالو الفراش ديالو وما بغاش وبات غضبان عليها، كتبت لعنها الملائكة حتى تصبح. هذا من حقوق الزوجة على الزوج ديالها، كتبت لعنها الملائكة حتى تصبح. ما من الشيء الثاني اللي كأمر به الإسلام للمرأة، ما عندهاش حق تصوم إلا بالإذن ديال الزوج ديالها إلا رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. المرأة ما عندهاش حق تصوم إلا بالإذن ديال الزوج ديالها إلا رمضان، وما يدخل الدار ديالو حتى واحد إلا بالإذن ديالو، وما تعطي حتى حاجة من الدار ديالو إلا بالإذن ديالو. كل حاجة فعلتها من غير الإذن ديال الزوج ديالها تحاسب عليها يوم القيامة. فهذاك الوقت الآن كيشفق عليها وتشفق عليه يوم القيامة، من نكونوا قدام الله حتى واحد ما يشفق على الآخر. المرأة كتقلب إلا كتسال شي حق راجلها تاخذه منه، والراجل كيقلب إلا كيسال شي حق المرأة ديالو ياخذه منها. والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في القرآن العظيم، قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يغفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، هي الزوجة ديالو، وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في ذاك الوقت المرأة كتبرى من أبوها اللي ولدها أخوها وعمها وولدها وزوجها، كتقول نفسي نفسي خصها كيفاش تفلت من عذاب الله وتدخل الجنة. أي حاجة عملتها المرأة بدون إذن الزوج ديالها كيشدها منها بين يدي الله غدا يوم القيامة: يا ربي خذ حقي منها. إلى ما عندوش حسنات يعطيها من السيئات ديالو على كتفها باش هو يدخل الجنة وهي تمشي للنار، وهي كذلك إلى تسالو شي حاجة تقول الله تبارك وتعالى بغيت حقي منه. فلهذا كل واحد من نساء أي عمل عملته بدون الإذن ديال الزوج ديالها فالمصيبة ديالها يوم القيامة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كيخبرنا في هذا الحديث كيقول عليه الصلاة والسلام بعد ما ذكر لينا الأحوال ديال الغيبة، المرأة اللي كتكلم في الناس أشنا هي الغيبة وأشنا هي النميمة. النميمة هي اللي كتسدي الخبر ديال الناس لهاد الناس، وتسدي الخبر ديال هاد العائلة لهاد العائلة حتى كيتخاصموا هاد العائلات. وفي الأخير كيقولوا هادوك الناس فلانة هي اللي قالت لنا، وكتسمى هي ما بين الناس راها مرأة نمامة ما عندهم فيها حتى شي ثقة، يكرهها الله وكرهها النبي وكرهها الملائكة وكرهها الناس. هذه هي النمامة، والعذاب ديالها يوم القيامة أكثر من كل شيء. ثم كذلك الغيبة، أشنا هي الغيبة؟ لما يبركوا جماعة ديال الناس ويتكلموا في واحد علاش فلان دار فلان عمل فلان سرق إلى آخره، هادو كذلك كيضيعوا الحسنات ديالهم كلهم. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحجوا ديال النساء كانوا صايمين، ولما وصل وسط النهار ضرهم الجوع حتى بداو يموتوا. صيفطوا واحد الرقاص للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله واش تعطينا إذن باش نفطروا؟
راه غادي نموتوا بالجوع. فالنبي عطى الرقاص ديالهم واحد جوج ديال الغرارف واحد جوج ديال الطباصل. قال له قل لهم يسقيو داك الشيء اللي كانوا. قالوا لي هاودي راه حنا ما كلنا والو. قال لكم النبي سقيو تقيو داك الشيء اللي كليتو. تقيت وحده فيهم الطروفه ديال اللحم والاخرى تقيت الطروفه ديال الدم. قال لهم النبي للصحابه هاد العيالات صاموا على داك الشيء اللي حل الله هو الخبز والطعام وكل شيء وفطروا على داك الشيء اللي حرم الله. كانت وحده فيهم بركت مع الاخرى وبداو كياكلوا في اللحم ديال عباد الله ويتكلموا في الناس هذاك الشيء اللي قالوا. هذه زوجة النبي امنا عائشه دخلت واحد المراه وهي حتى هذيك الاخرى مرت النبي امنا حفصه رضي الله عنها دخلت معات علاش سولت النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرجت قالت امنا عائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله شحال الكلام ديالها طيب لو كان ماشي قصيره. فالنبي قال ليها تقيي داك الشيء اللي كلتي. قالت له ما قلت والو يا رسول الله. قال ليها كلتي اللحم ديال اختك هذه الان. قالت له ما قلت غير داك الشيء اللي فيها قصيره يا رسول الله. قال ليها النميمه هي الا قلتي داك الشيء اللي في الناس اما الا قلتي داك الشيء اللي ما كاين في الناس هذاك راه البهتان والعياذ بالله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش قال للزوجه ديالو. النبي صلى الله عليه وسلم كعلمنا الحق وعلمنا الامر بلا ما يخبي حتى على شي واحد. سمعوا هذا الحديث عن علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المراه المراه فتصفها لزوجها كانه ينظر اليها. متفق عليه. كحرم الله على المراه تمشي عند صاحبتها المؤمنه وتزورها في سبيل الله ويتكلموا في طاعه الله وفي ذكر الله ولما ترجع للدار ديالها هاد المراه كتبدا توصف داك المراه راجلها طويله قصيره راسها بداير شعرها بداير. حرام على المراه توصف واحد المراه اخرى الراجل هاد مسلم اخر ابدا. مع ذلك كانت واحد المراه شيبانيه وبدات توصف واحد البنت لولدها باش ياخذها للزواج طيب. اما امراه مزوجه توصفها للزوج ديالك كانه ينظر اليها فهذا حرام في دين الاسلام. هذا حرام في الاسلام كحرم الاسلام نهائيا. هذا من الاشياء اللي كحرمها الاسلام. اما من الشيء الثاني اللي كحرم الاسلام المراه اللي كتنسف الشعر ديال عينيها وديال راسها وتقطع من الشعر ديال راسها هذاك الشيء كله النبي صلى الله عليه وسلم كحرم ابدا على النساء المسلمات اللي هما كيامنوا بالله وكيامنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اش كيقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضيه؟ كيقول كل من امراه حسنت من الشفر ديال عينيها ودارت الوشام ودارت الفلجه في سنانها وجابت واحد الشعر اخر ولصقته على ديالها حتى هذه كينعلها الله وينعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد المراه ما دير حتى حاجه اللي تخرج بها عن الحدود ديالها. المراه اللي بغات تزين وبغات تصغب للزوج ديالها في البيت ديالها في الدار ديالها فقط مع الزوج ديالها في بيتها. اما في الشارع حرام على المراه تخرج بالريحه اللي كنقولوا لها احنا الريحه الطيبه او الريحه ديال الزهر تخرج بها. اي واحد شم الريحه ديالها كتبقى تنعلها الملائكه حتى ترجع لدارها. والمراه اللي كتخرج مزينه ومصوبه فهذه كيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم امراه زانيه لانها خرجت صغبه من غير اذن الزوج ديالها الى الشارع الى الناس باش يشوفوها. المراه المسلمه تمشي تحت امر الله لان الله تبارك وتعالى خاطب العيالات لانهما احسن من عيالاتنا واحسن من العيالات ديال الدنيا كلها هما زواج النبي صلى الله عليه وسلم والبنات نتاعو. قال تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. صدق الله العظيم. الله كيقول النبي ديالو قل لعيالتك لان واحد النهار زواج النبي اتفقوا كلهم قالوا بما ان رسول الله هو الرئيس ديال الامه والرئيس ديال المسلمين وبيت الخزين ديال الاسلام عامر بالمال كيفرق على المسلمين على اليمين وعلى الشمال والمسلمين لاباس عليهم
وعيالتهم لاباس عليهو، وحنا اللي زواج النبي ميتين بالجوع، ما لقينا ما ناكلو، ما لقينا ما نلبسو، تفقوا كلهم وما ينوضوا للنبي قالوا له كان خصك تعطينا ما ناكلو وما نشربو ونتبرعوا بحال العيالات الاخرين. جا النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم قال لهم انا كنتسمى امام ديال المسلمين والنبي ديال المسلمين، وخاص الناس يقتدوا بيا، غادي يجي اخر الزمان واحد الرجل مسكين فقير ما عندوش، بالله ما عندوش ما ياكل هو ولا الزوجه ديالو ولا وليداته. هنا جوج ديال الحاجات، راه الله كيقول لكم غادي يبرعكم ويعطيكم الدنيا ولكن ما عندكم حتى حاجه يوم القيامه. هذاك الوقت نزلت هذه الايه، يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالي اجي نعطيكم، امتعكن ولكن طلقكم واسرحكن سراحا جميلا. ويلا بغيتو وان كنتن تريدن الله ورسوله، وان انتم اخترتم الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. الله اكبر، الله اكبر، اللي اخترت الله ورسوله والمعيشه اللي فيها الزوج ديالها راه الله كيعطيها واحد الدرجه عاليه يوم القيامه. كان واحد الصحابي من التابعين، كان مسكين الصوره ديالو ماشي زين، ماشي زينه، والزوجه ديالو زينه بزاف. واحد النهار كتشوف فيه وكيشوف فيها، قالت له انا وانت في الجنه، قال لها باش عرفتي؟ قالت له لان انا زينه واعطاني الله ليك وشكرتي بيا الله في الشاكر يدخل الجنه، وانت ماشي زين واعطاك الله ليا، وانا حمدت الله اللي حمد الله واللي شكر الله بزوج يكونوا في الجنه. شوف الصحابيات كيفاش كانوا كيعرفوا كلام الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كيعرفوه من الحوايج الثاني اللي كاين هنا عليهم الاسلام. سمعوهما سيدنا، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نحاله، وفي روايه ما نحاله، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. متفق عليه. هالزوج ديال الحادثات، هالزوج ديال الحديثات كيبين لنا كل من امراه مات ليها بواها ولا موها ولا امها ولا اختها ولا ولدها ولا زوجها، وبدات كتنتف راسها ولا كتشرق حوايجها ولا كتندف وجهها، فهذه ليست من المسلمين وليست من الاسلام. والميت راه كيتعدى في القبر ديالو بالبكى اللي كيبكيو عليه الاهل ديالو. والنبي كيقول: ليس منا من ضرب الخدود، اللي ضربت الخدود ديالو وجهها وشرقت حوايجها وبدات كتغوت داك الغوات، اويلي فين مشيتي وخليتيني، كل هذيك الاحوال كيحرمها الاسلام. وضربت راسها ونتفت وشدت الرماد وتمغضت في الارض، كل اللي فعلت هذا الشيء كيتبرى منها الله ورسوله والمؤمنون. واللي صبرت وخلت داك الشيء لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى كيعطيها قصر في الجنه وكيرحم الميت ديالها. وإلا رحم الله الميت ديالنا واش بغينا؟ وخا نعيا ونبكيو واش غادي نردوه؟ والو ابدا. ولكن إلا صبرت واحتسبت لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى غادي يعطيها حسن الاجر والثواب يوم القيامه. والحديث الثاني كيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابي برده قال: وجاء ابو موسى فغشي عليه وراسه في حجر امراه من اهله، فاقبلت تصيح برمناه فلم يستطع ان يرد عليها شيء، فلما افاق قال: انا بريء من برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بري من الصالقه والحارقه والشاقه. متفق عليه. الصحابي كان مريض وكان داير راسه في الحجر ديال مرته من حيث كان فيه المرض، والمراه ديالو لما شافته غمض عينيه.